حالي كان مني ماشي تسوه ولا متناسي غادي تجي وتصوبو الرجولة والطوفولة والخصمانة كوكو مدينة ديال المنحون الراب كلامه موزون وباين واضح مفهوم غير شكون اللي فهم السنة أول دبام كناب تخصمي شاد الإجازة وما يسمحش الوالدين في ديور العجزة أصافي باركة بغينا طور الحركة زيد زيان المملكة وتجي الكرة في الشبكة الكوضيم وقتاش غطلع الطيب جمعوا معاه هو وانا في المسؤولين طرفينا تبدا ما عارفين منين كتبدا تيكون مكناسي بعدا عادي ربي عليها الكبدة النصابة ودياب الغابة داروا فينا حالة عقنا بالله بقدابة بلا ما ديروا لنا البلبالة كبير الكرش تفرقع له محزاق تفاش مكناسي ماشي خورطو خطيك ولاد بش راكم نتوما بعدا شفتو تانتوما على عينيكم وتفرجتو معنا تانتوما كنتو من الحضور شفتو داكشي داز واعر نايضه مع الجمهور اول مشاركه ديال اشكاين وكانت يعني حنا فرحانين بعدا خرجنا فرحانين تجاوب معنا الجمهور نشطنا معاهم مشاو ناشطين الحمد لله كنشوفوا شنو الجمهور ديالنا مخلط فيه دراري كبار عيالات دراري صغار دي جون بنات ولاد والحمد لله داكشي داز واعر وراكم كنتو حاضرين وشفتو على عينيكم يعني بلا ما زعما ما نكثروا الهضره راكم فاهمين ما قل ودل ما دل وقل خويا خويا عطيت شي كلمه على النادي المكناسي والوضعيه اللي تعيش فيها النادي المكناسي اش غادي نقول لك ديجا حنا فرحانين انه يعني صعد القسم الوطني الثاني داروا واحد المجهود اللي هو كبير يعني صراحه الناس خدموا وداروا واحد النتيجه اللي هي يعني كاع الشعب المكناسي والمتبعين النادي المكناسي فرحوا ليها من بعد دابا حاليا خصهم يكملوا في هذا المجهود في هذه المسيره المدينه تعطي واحد الجهد واحد الشحنه اضافيه للنادي باش انه يكمل ونتمنى ان شاء الله الصعود القسم الاول باذن الله واخا المهرجانات كنشوفوا كي الغالبيه ديالهم كيكونوا في دار بيضاء ولا في الرباط على مستوى جهات فاس المكناس كنشوفوا قليفه كطلعوا في فلاسيو التعليق ديالكم على هذا القضيه سؤال هذا المدينه ناعسه الناس ناعسه على الجهه هكا ماشي غير الجهه فاس المكناس وشوف رحنا بالمسيره ديالنا من الاول اقل المدن اللي خدمنا فيهم هي مكناس مازال فاس راه خدمنا فيهم كانوا فيها ايامات كانوا المهرجانات شويه كانوا مطلوقين هاد الساعه هادي ما حنا براسنا ما فاهمينش بحالنا بحالكم واقفه فهمتي ناعسه الضو ما كاينش ياك ما الظلام كلشي ناعس كلشي متكي ما فهمناش لا احتفال بعيد العرش لا احتفال بعيد الشباب ما والله الا تنستغربوا لهذا الوضع هذا اللي كتوصلوا له اللي وصلت له هذه الجهه هذه ولكن نتمنوا من الله حنا ديما متفائلين يمكن عندهم ظروف يمكن هذا هو اللي حنا تنتسناوهم مازال المدينه كتتبنى مازال كل شيء باقي كي ترونوفلا من باب منصور المدينه القديمه لكل شيء هذا ايوا نتمنوا المدينه ان شاء الله اش نقول لك حنا تنتمناو نتمنى خير ما تسنى واخا الشباب ولاد مكناس كنشوفوهم غالبا كيمشيو للاقطاب الاقتصاديه طنجه المحمديه قنيطره الدار البيضاء ثم كشباب كيفاش كتعيشوا مع ولاد بلادكم هذه الاوضاع بصفتنا شباب مكناس كبرنا في مدينه مكناس حاسين بهم وعارفين المعاناه ديالهم وعارفين معاناه المدينه والشباب ديال مدينه مكناس حتى في الاغاني ديالكم يعني واحد الشيء عشنا وعايشينه ومازال كنشوفوا الناس في القهاوي وفي راس الدروبه وبزاف الامور يعني ما كاينش ما كاينش ما كاينش فرص عمل كثيره ما كاينش الا ما كاينش ما كاينش الناس شوف حتى حنا دوك الناس اللي زوينين في مكناس واللي عندهم شي حاجه في يديهم واللي يقدروا يديروا شي حاجه واعره ما تيلقاوش فرص العمل اللي غادي يقدروا فيها يخدموا فيها بديك المدن تيمشيو للمدن اللي واصله اللي يقدر بان يخدم بها بواحد الصالير زويون ويقدر يبدع ويوصل بها لهذا انا مشيت بزاف للمدن تلقى غير الدراري ديال ولاد مكناس تبارك الله عليهم خدامين في بلايص واعرين هي فخر لينا ولكن المدينه ديالنا كتبقى مسكينه فهمتي ما كاين ما يدار فهمتي هادشي علاش هادشي خلينا النجم ديالكم الاخر ما هضرش معانا شي كلمه اللي كتقول لي مقارنه مع المدن نعم زعما الوضعيه اللي كاين كنظن راه قالوا الدراري كلشي حنا مكناس راه تنغنيو عليها من البدايه ديالنا كي قلت لكم تتبغي شي حاجه تتغير عليها مكناس ناقصينا بزاف ديال الحاجات واخا هي فيها مميزات اللي هي كثيره لا من الناحيه السياحيه من الناحيه الثقافيه بزاف ديال الناس دابا لا في الصحافه لا في الاعلام لا في بزاف ديال المناصب اللي كبيره مثلا في الدوله راه جايين من مكناسي هما باش يحققوا الذات ديالهم واحد الساعه خاصهم يهاجروا كي تنقولوا فهمتي ويمشيو للمدن وحده اخرى اللي فيهم فرص اكثر من مدينه مكناس. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.